الاحساس خسر مره بخسر وجهنا هذه المعلومه الاولى وبدنا حدا حتى يستجيب، فاذا ممكن انت تتدخل بالموضوع بشكل رسمي حتى تمشينا الامور. اي شيء بدك اياه طبعا خبرنا. ماشي خير. شو بده الاستاذ قيس؟ شو بده؟ بشرفي احسن من هالانسان بحياتي ما شفت. طبعا عاتبني اني ما عزمته عرسنا. بس احنا عزمناه. بعرف بس الظاهر انه نسيان. طيب احذري شو هي هديه عرسنا. شو هي؟ قال لي من رجعتكم على الشام خلي المدام تستلم الصفحه الفنيه والثقافيه. عم تمزح؟ لا وحياتك، وعدني خلال شهرين ثلاثة بالكثير سلمني مكتبنا ببيروت. بتعرفي شو يعني؟ يعني بصير راتبي بالدولار. إنه نحن جايين على الطريق كنت حاسس إنه هالمشوار رح يغيرنا حياتنا.